في سلوك أرعن ينم عن خبث ومكر وحقد دفي يسيطر على عقلية نظام الكبرانات، قام هذا الأخير بتجييش إعلامه المأجور ضد دولة مصر الشقيقة ساعات قليلة عقب مغادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطار القاهرة صوب سلطنة عمان. لا يحتاج المرء لكثير من الذكاء والفهلوة للوقوف على المعدن الصدئ لنظام عسكري جزائري أجلف وأبواقه المارقة، وما اقترفته صحيفة الشروق الناطقة باسم العسكر في حق مصر التي استضاف رئيسها عبد الفتاح السيسي الرئيس الجزائري الصوري عبد المجيد تبون يفرض هذه الحقيقة ساطعة أمام الأشقاء في أرض الكنانة. وكما أن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري تلقى صفعة مدوية أمام الجميع خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس المصري، حينما أعلن الأخير أن أمة الدنيا تنبض بث الفرقة بين الأشقاء والتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة. والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة، استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. انبرت صحيفة الشروق في محاولة منها الدفاع عن رئيسها إلى تدبيج مقال يتهم مصر بالتواطؤ مع إسرائيل ضد غزة والغزويين. ودارت الدنيا بعبد المجيد تبون الذي لا يذر فرصة إلا وحشر أنفه في شؤون المملكة المغربية في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد أسدى له درسا في الأخلاق بالنأي عن الأمور السيادية للدول الشقيقة. فقررت الشروق نشر مقال مسموم عن مصر، وهو المقال الذي جرى سحبه بعد ساعة من نشره، غير أن في الأنترنت لا يمكن محو كل شيء. وكما هو مثبت عنوان بوق النظام العسكري الجزائري المقال الذي استهدف مصر بما يلي: الدور المصري بين المقاومة والكيان الصهيوني، وساطة أم تواطؤ. وهو المقال الذي وإن كشف عن خبث نظام يتربص بالأشقاء فإنه أيضا جاء معبرا عن خيبة الكبرانات من الزيارة التي قام بها رئيسهم الصوري إلى مصر الذي لم يجاريه في عدائيته المقيتة للمملكة الشريفة. وبحسب تقارير إعلامية اضطرت الشروق الجزائرية إلى حذف هذا المقال الذي أغضب بشدة الجانب المصري، واعتبره طعنة في الظهر ساعات قليلة عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لناظيره الجزائري عبد المجيد تبون. ذات المصادر أشارت إلى أن نظام الكبرانات استشاط غضبا بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري تبون، وجه من خلاله رسائل نارية وقوية دعا من خلالها إلى عدم التآمر أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفادي زرع الفتن، وهي الرسائل التي تنطبق بشكل واضح وصريح على الدور الذي تلعبه الجزائر من خلال معاداتها للمغرب وأيضا على مستوى محيطها الإقليمي، حيث توظف ميليشيات إرهابية لزعزعة استقرار دول مجاورة في مقدمتها ليبيا ومالي. إلى جانب ذلك فجر تصريح عبد المجيد تبون في المؤتمر الصحفي سخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبدى ضعفا شديدا في الارتجال والتحدث دون ورقة والتعبير عما يخالف عقيدته العدوانية، إذ بدا مرتبكا لحد فضح أنه كان يقول عكس ما يؤمن به وضدا على نهج نظام عسكري مارق، حينما تحدث عن كون الجزائر لا تحشر نفسها في شؤون الغير. وهاجم وليد كبير الناشط السياسي الجزائري عبد المجيد تبون معلقا على مستواه الرديء في الحديث بشكل ارتجالي، وقد نشر تدوينة جاء فيها: كارثي كارثي يا تبون، وما هذا المستوى؟ ولماذا قبلت عقد مؤتمر صحفي وأنت غير قادر على التحدث بشكل لائق؟ وأضاف وليد كبير: ثم ما هذا التناقض في النقطة المتعلقة بإدارة غزة مستقبلا؟ من أين لك أن تعرف ماذا تقول؟ مستواك ضعيف جدا، والارتجالية في الكلام هي من كشفت عن ذلك. أيضا ولأن عبد المجيد تبون تبجح كثيرا خلال المسرحيات الانتخابية التي شهدتها الجزائر مؤخرا بأنه قادر على حماية غزة لو فتحت له مصر الحدود المؤدية إليها، اتفق رواد الانترنت على اتهامه بالجبن بعدما لم يستطع مفاتحة الرئيس المصري بهكذا طلب توسل به للانتقاص من الشقيقة مصر ولإظهار البطولة في غير محلها. وبدا جليا أن زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر فشلت فشلا ذريعا، بدءا بتصحيح الرئيس المصري لعدد الشهداء الذي يدعيهم النظام العسكري الجزائري في حرب التحرير، ثم بعدما منعه عبد الفتاح السيسي
في رحاب قصر الاتحادية من لوك خطابه المعادي للمملكة المغربية، وهو ما جعله دائخا لا يدري ما يقول بعيدا عن ترديد أسطوانة الكبرانات المشروخة ضد المغرب.